تعرفون أنتوا ثاروا على سيدنا عثمان عكس ما علمنا. وابن سبأ كله أكاذيب. ابن سبأ إن كان موجوداً قد يكون وجد الرجل، ليس له دور أصلاً يذكر ولا وزن لدوره. أما الذي أعطاه أكبر دور في الثورة على عثمان فهو الكذاب الزنديق كما وصفه ابن حبان وغير ابن حبان سيف ابن عمر التميمي. قال لك ابن سبأ ساوى وعمل وراح ولعب اللعب ابن سبأ وخلاص، كلام فارغ. كل من يحترم عقله لم يقتنع، ومنهم ابن تيمية. ابن تيمية لم يقتنع بالمرة في منهج السنة، ولم يذكر ابن سبأ مرة في قصة فتنة عثمان، ما اقتنعش. وذكر أن من بين الأسباب التي لأجلها ثار الثور على عثمان ضعف عثمان، لم يكن قويا عثمان. قال لك القوي الأمين، لم يكن قويا، لم يكن كفؤا في تلك اللحظة في آخر 6 سنوات من حياتي، هذه اللحظة التاريخية الحرجة. ما كان كان ألعوبة بيد بني أمية، وخاصة مروان بالحكم ألعوبة. ابن تيمية اعترف بأنه كان ضعيفا، قال ضعف عثمان سبب الثورة، من الأسباب، طبعا أسباب مركبة. هذا اعترف به ابن تيمية في منهج السنة، نحن نعترف به. هذا كلام. ولم يذكر ابن سبأ ابن تيمية مرة واحدة، وهذا جيد يحسب لابن تيمية، هذا تفكير علمي. لكن من بين الذين ثرعوا عثمان صحابة، من بين الذين قتلوا أو شاركوا في قتله أو عانوا على قتله يعني صحابة كما قلت لكم، مش هيك وبس. والذين سكتوا على قتله وخذلوا صحابة، هذا الشيء مؤلم وعجيب. سير أعلام النبلاء. طبعا ماذا أريد أن أقول، ماذا أحب أن أقول من وراء هذا الكلام؟ أحب أن أقول من وراء هذا الكلام أن الوعي السياسي للصحابة في تلكم الحقبة كان مرهفا جدا. ما لم يتسمم بحكاية أنه إيه صحابي وذو النورين رضوان الله عليه، ومعروف من هو عثمان رضوان الله عليه فعلا، وأنه خلاص يعني وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا الكلام لم يكن يعرفه الصحابة، لأنه ما كانش مسكوك. ما كان في حديث أيام الصحابة اسمه إيه أيام عثمان وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. كان عندهم منطق نقومه بحد سيوفنا، عندهم منطق أبي بكر الصديق إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت أو اعوججت فقوموني. طبعاً الضعيف فيكم والقوي فيكم إلى آخره، هذا هو. كان عندهم منطق عمر رواه ابن سعد وغير ابن سعد، لو وددت أني والناس في عرض البحر استعرض بنا قرقون عرض البحر إذ أمروا عليهم رجلاً منهم فإن استقام أعانوه وإن اعوج قتلوه. قالوا يا أمير المؤمنين لو قلت عزلوه، صعب هذه قتل مباشرة هيك نقتل أميرنا. قال بل قتلوه. أنا بعلمك وعي السياسي، بدكم السياسة قتلوه ليكون أنكل لمن بعده.